فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في بعض الأحيان؟ لأن الصحابة قدروا ركعتين الأخريين من الظهر بخمس عشرة آية. الأكثر والمعروف في السنة أنه يقتصر على الفاتحة. بعض العلماء يجيز أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين شيئا من القرآن مع الفاتحة، ولكن هذا ما عليه إلا القليل من أهل العلم. نعم، السنة المعروفة والتي عليها الأكثر أنه يقتصر على الفاتحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.